مرحبا وعدادا وبلا سحايب يا هلا طالات وقت النوايب ارحبا وعدادا ما انشال غمام شوفكم يا اهل الوفا والحميه رفع عنا الراس والمعنى السلام عليكم مرحبا وعدادا وبلا سحايب يا هلا طالات وقت النوايب ارحبا وعدادا ما انشال غمام شوفكم يا اهل الوفا والحميه رفع عنا يوفق الجميع يوفق الجميع يوفق عمه الله يوفق الجميع ويبني بيت الحلاوه ويستر على الجميع ان شاء الله وحن عقبالنا يا شيبان عاد ودنا بالعرسه والله كريم يسر الله الله يا رجال الله والمعنى ويا ارحبا وعلى قدر واحترام قناه وليد الكويت سلامة يلا حيهم يا مرحبا السلامة السلامة ارحبوا على قدر واحترام المداخل
وترى الوعد ساحت أشارت وصام العزومة تشله ودك تجيها عشر مرات وتشوف أبو سعود للمونتاج. يا بعد نجم جاتك والسلامات لك يا ابو محمد. يلا حيا عليك يا عم. عساكم خير. عساكم جميل. عساكم خير. زي صورتين. يلا حيهم. يقول انه يدور للعرسه. ونعم عرفك زين. عرفك زين. مدارسه والله علم عندك. هذا عمي علي. ما تبغى يدور للعرسه. ما بيجيبهم ذا الصغير. يا ابو شاف. سيادة تحت الله على ولا سيادة تحت الله احوارة الرسى مبروك زواج العرس وعقبالنا يا شيبة. عسى الله ان شاء الله يعيننا وياكم ويعطيك العافية. يعطيك العافية ان شاء الله. عساكم طيبين. من ساعة هدت تفرق الخل من خله كم طامع فايد البشر بات كم حاجة مات من خله كم حاجة مات من خله راياتهم تعتل الرايات وعلى
الحياة توفيق ويطول بأعمارهم أصاب الشيلة. الله يبارك يا متزوج يا ابني بيتك واجعله بيت الصيب النصيب يا ولدي، الله يستر على الجميع. الله يا ابني بيتك يا حسين واجعله بيت الصيب النصيب ويبارك في الجميع. الله يا ابني بيتك يا حريز إن شاء الله. الله يبارك لك يا ابو علي ايامك ان شاء الله ورسم مبروك. الله يبني بيتك يا ابو علي، يعني بيت الصيب النصيب. لا وصيك يا اخوي، لا وصيك. الف مبروك يا ابو علي، والله يبارك لك ان شاء الله ويسوي لك. على بركه يا ابو علي، راجل بيت الصيب والنصيب ان شاء الله. الله يوفقك ويسوي لك يا ابو علي ان شاء الله. صغار دولا قول مبروك يا عم حسين. يلا تكلم قول مبروك. العرب يدعي السنة، انا مش قول العرب. انه يا شفت عائل قال لزم، والله ابن لزت عن نصر. الله يا ابني بيتك يا ابو علي، الله يا ابني بيتك يا ابو علي ان شاء الله اجعله بيت الصيب النصيب. الله يا ابني بناك ابو علي اجعله بيت الصيب النصيب ان شاء الله. الله يا ابني بيتك ابو علي يرزقك الذرية الصالحة ان شاء الله. الله يسوي لك ابو علي ان شاء الله. يا سعيد تعتل الرايات ولا تنك
ولا تنقذونا تاني. مقرون جميل. السلامة. يلا حيهم. الله عمركم مبارك فيكم إن شاء الله. كيف أنت؟ سلم. طيب. كانت يا الله. طيب. مجور الله يعافيك. والسلامة. من كل شر. والبيت مبارك. الله يبارك لك يا ولدي. الله الله شوف الليلة برد. الله تدف تدف. هدف انا بس نقول لا برد انا برد انا السلام عليكم مبارك الله مبارك الله حي يوم والله كيف انت عبد الله كيف انت محمد قاصدين الله وياك حياك مولا الله منك الله عمر السامعين ورد الله ما بعيد ان شاء الله اقول الله يحييك قلت الله يحييك انا حبوب يلا حيوا السلام عليكم السلام يا الله منجا يا جاب محمد سلم طيب يا سعد سلم يا زيد طيب يا سعد يا جاب هادي سلم طفي كمان سعد لا تمدنا باقي وجري السلام عليكم يا منجا الله يحييك الله يحييك السلام السلام ارحبوا 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 كيف انتم سلم طيب كيف انتم سلم ولا تمدون يا باقي ومجري السلام مجري السلام يا منجا البيت مبارك الله يحييكم مبروك ما سعيتوا فيه الله يبارك لكم سلم طافيك كيف انت
الله يبقيك. كيف عبد الله؟ سلام. كيف انت يا؟ طيب. السلامة. بيت مبارك يا حليم. الله يبقيك. بيت مبارك. حتنا في لحول أمه. حقاكم الله. الله يبقيك. سلام طبعا. كيف تعمل؟ طيب. الله عادي سلمهم ماجورين والسلامة البيت مبارك أبو علي الله يبقيك. أشحالكم البيت مبارك أبو علي يا مرحبا الله يحييك الله يحييك مرحبا ومسهلا يا ابو عامر الله يحييك الله يبارك فيك مرحبا
يا مرحبا وعدادا مهبة نزناس ترحب ذنبه للوجه الندية من الراس للراس لأهل الكرم والطيب وأهل الحمية سلم طافيك كيف تعال سلم ما جري جميل السلامة والبيت مبارك يا حليم صلوا على النبي الله يبني بيته ويجعل بيت الصيب والنصيب ويبارك له أنا تهمعونا منا يا صغير وعذرونا عليها يا سلامتكم الله يسلمون ولا تندمون حياكم الله حيا عطاكم ووافين يا قبائلنا وعد الناس احنا نظرنا ولا ودنا نسلم عليكم كلكم سلام نظر الله يبقيك سلم كيف انت علي طيب سلم طيب كيف انت صبح عشية عند الرجال الليلة سلام يا أحمد سلام طيب طيب سلام السلامة مبارك يا حليم مبارك يا حليم تعال نسلم عليك ابن براس على الشحم والعود والشاذلية على الشحم والعود والشاذلية يلا حيهم كيف انت يا ناصر كيف انت يا علي كيف انت يا احسن سلام كيف انت يا علي كيف انت يا محمد سلام طول فيك كيف انت من يا باقي محفل مبارك مضيع والكرم ماني عنه وامي مرحبا والفخر ليا ترحب تنتصل العاني شلت الدرا حبه مهريه زيت ابدلا يا دباباني برق النجوم السماويه والعب على لحن قيثا سلام
فيك لمطه فيك كيف دار طيب يا علي لمطه فيك كيف يا عبد الله طيب يا بادي سقم ما عنهم لهم جاني وراشد على العز ماريا سمي على الطير حران تحية تحية الله يبقيك لمطة فيك يا عبد الله لمطة فيك كيف تبدون يا باقي في العسر محزم وجنبيه راسا على الطب ضرماني وان كان برجع لماضي ابخر وماني بالجباني سلام نظر الله حيهم الله يبقيكم سلام طافي كيف سلام طافي كيف سلام طافي كيف تعال ما هب مر هم جداني مهمهم غير بالرياح للضيف لا جلهم عاني يلقى التراحب مثنية والعدى والطب والظاني يقصف على شرف مروية زربها كل ركباني علم ما هب مكنية يضربها قصيدة والطيب ما هب حضري يا فينا وفان ولا ليماني محفل مبارك نضيع والقرم ماني عن اهواني يا مرحبا والفخر ليا ترحب تنتصل العاني كيف انت؟
بيت مبارك حريق بيتك ان شاء الله عليك سلامة حية يلا منيا كيف يا سالم يا حسين والله يا ابني
ان شاء الله باذن الله في السنه الطيبه. الله يجزيك الذريه الصالحه ويجعلها بيت سيد المسيد وبرها والبنين وموفق في حياتك الدينيه والدنيويه. تحياتي واشواقي اخوك سالم.
الشيوخ شان حلاوة في نسلو على راس راس شان حنا في منزلها في محل الشيوخ شان حلاوة في نسلو على راس راس شان حنا في منزلها مرحبا يا كل ما شرب الحبل حمام حتى ما هل المطر من صدق غيالها وارحبوا يا رسكم انت شرف رسكم هاي كبير قولها والصغير قالها يا مشايخ القبائل قبل صرف الختام يا مشايخ القبائل تعد بحالها ويا هل التاريخ ما النجد لحد يقعم فتح بين الخيل والخيل من خيالها ما كسبت فلالان جاد في ليل ويام ورثت لجال فعل الفخر لجالها وينعرف تاريخ قام عند حاكم ومحاكم يوم كان الدار في حالة يرذلها قبل حكم اخواننا رحمة وطن الخشوم الملوك اللي تظل الوطن بظلالها وحدوا صفي قبائل ونسون الهمام واستتب لمن من جالها لجالها والعلوم البقية ما لنا فيها لزام ما لنا مصلحة في دقاقها وجلالها ويكفي السلامة مبارك البيت مبارك اسمك يا بنقر ملح فوق القسوم والقصايد فيك ما